للتعليق على موضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الخرطوم رئيس تحرير صحيفه الجريده السيد اشرف عبد العزيز. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. سيد عبد العزيز، انباء عن توصل المجلس العسكري والقوى الثوريه الى الصيغه القانونيه للاتفاق بينهما، ما مدى صحه هذه الانباء؟ بالتاكيد يعني عكفت اللجان المشتركه بين قوى الحريه والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي على صياغه مسوده الاتفاق النهائيه، وتم بعث هذه المسوده الى الاطراف بعد الاتفاق حولها واحكام صياغتها النهائيه، والمتوقع انه غدا يتم التوقيع النهائي بحفل اعد خصيصا لهذه المناسبه التي ينتظرها الكثير من السودانيين وظلوا في حاله ترقب طوال الايام الماضيه حتى يعني يتوصل الجميع الى هذا الحل. نعم، لماذا لم تعلن بنود الاتفاق حتى الان؟ لا، بنود الاتفاق معلومه، هي الاتفاق هو متعلق بهياكل الحكم فيما يتعلق بالمساله الخاصه بالجهاز التنفيذي، والامر ترك لقوى الحريه والتغيير بتشكيل الحكومه القادمه. فيما يتعلق بالجهاز السيادي، تمت مناصفه الجهاز السيادي 5 للعسكريين و5 للمدنيين، وشخصيه اخرى يتم اختيارها بالتشاور، هي شخصيه عسكريه ذات خلفيه عسكريه ولكنها الان اصبحت مدنيه بعد تعاقدت للمعاش. وبالتالي تفاصيل الاتفاق واضحه للجميع، فقط ارجعت المساله المتعلقه بالمجلس التشريعي لان كان هنالك خلافا حول هذه القضيه، وتركت ان هذه المساله لحلها بعد ان يعني تطب اوصال الثقه بين الطرفين بعد تشكيل الحكومه والمجلس السيادي. نعم، الانباء تحدثت عن اجتماع بين القوى الثوريه السودانيه وايضا في اديس ابابا لتشكيل الحكومه الائتلافيه، اذا هل برايك سنرى تقاسم للسلطه في السودان؟ لا، ليس هنالك تقاسم السلطة بالنسبه لما يتعلق بهياكل الجهاز التنفيذي، الامر كله متوجه لقوى الحريه والتغيير، هي التي ستقوم بتشكيل الحكومه، ولكن المرجح ان يتم التشكيل من كفاءات وطنيه غير حزبيه حتى لا تكون هي عباره عن حكومه محاصصات. هذا هو المطلب الاساسي بالنسبه للمجلس العسكري وبالنسبه للشعب السوداني، وكله يتوق الى ذلك. ولكن في الاونه الاخيره بدات ترشح بعض الاحاديث لانه ربما قد تدخل بعض الاحزاب ممثله في بعض القيادات في الحكومه القادمه. نعم. سيد اشرف، كيف ترى موقف الجماعات المسلحه من الاتفاق؟ هل تستطيع هذه الاتفاقات ان تستوعب الجماعات المسلحه في ظل الحديث يعني عن دمج هذه الجماعات بالجيش الوطني؟ بالنسبه للجانب المتعلق بالجبهه الثوريه وهي بعض الفصائل المسلحه، بعضها لا زال يعارض الحكومه ويحمل بعض السلاح، وبعضها كان جزءا من قوى الحريه والتغيير والان يعني جمد عضويته في قوى الحريه والتغيير. الان هنالك محاولات للتسريع والتعجيل بملف السلام، هو الحريه والتغيير الان التقطت زمام المبادره وتوجهت صوب اديس ابابا للجلوس مع هذه الحركات واقناعها بضروره الالتحاق بعمليه الاتفاق الحاليه. ربما شاركت هذه الحركات في الاتفاق الحالي وربما رفضت، وبيسمى هذا يعني تفاوض جديد سيكون فيما يتعلق بعمليه السلام بين هذه الحركات اللي هي حركات من دارفور ومن جنوب كردفان ومن المغرب. السيد اشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفه الجريده، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.